يحدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. ولدينا اليوم مباراة في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم. البرازيل في مواجهة تشيلي. من المهم جدا إيه على المستوى في دور المجموعات وعدم إهدار النقاط، لأن ليس هناك فرص كثيرة للتعويض، ولا بد أن تكون مدركا لقيمة كل مباراة ونقاطها. اقبس يا اقبس هذا عليها اقبس يا هاتها يا هي قوم اللي هيبدأ ولا ايه هاتها نمور ارفع هذه الكرة ارفع يا هنا احسن يا جدعان احنا احسن فين نمور ما بيضغطوا عليها كده ليه يا جدعان؟ مش عارفين نخرج ولا ايه؟ روح انت بقى يا نيمار روح لوحدك روح لوحدك غبي اعتقد مع تواجد نيمار بالتاكيد في امان وتطلعات كبيره لما سيقدم اليوم لاعب يعرف من اي تؤكل الكف حلوه حلوه يا ماشي احنا بنلعب على ارض السيليساو وارض البرازيل ياد روح ياد اضغط يا ايه يا عم ماشي ماشي اللعب فاول روح يا روح انت يا حلوة 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 ماشي بتاعتي لسه بتاعتي ماشي شوف تعال يا انت اهو يا فاول اطرد يا حكم بقى اطرد يا حكم تحذير يا حكم لا يخرج البطاقات واكتفى بالتنبيه اللاعب عليه ان يستفيد من هذا الانذار الشفوي لانه قد يغادر الملعب من الباب الصغير الان التفكير في كيفية تنفيذ هذه اللقطة تركيز عالي مطلوب حتى تشكل خطورة تحتاج للمسة ساحرة في هذا التوقيت تعال بقى نيمار تعال تهو يا فرصة خطيرة للتقدم في تعال يا واحدة ثانية نمر لا يا لا 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 مارسيلو دياز هات هات من مارسيلو فاول يا ولد واحد بس واحد بس ارتورو فيدال تشارلز ارانجيز عاش ياد يا غبي لقدام مش هنا فاول تدخل سيء في اللقطة الماضية يستحق عليه البطاقة الصفراء يا غبي غبي مش عارفين يعني تجيب الكرة الأول جابريل جيسوس أي الغبي سانشيز احنا أحسن أليكسيس سانشيز روح يا نيمار روح يا نيمار لدي فرصة يرسل كرة عرضية تعال يا طب تعال كده يا
الدفاع خلصها افتكاك الكره السابقه تسديده. يا نهار ابيض والله ضغطت عليهم برضه. او والله يا نهار ابيض يعني بضغط عليهم بس نوار خرب الدنيا. اذا نستكمل المباراه مشاهدينا والمنتخب البرازيلي يتقدم في النتيجه. حلوه البينيه العاليه بيضربوني نفس الضرب كل مره. يا ولد فرصة خطيرة هنا واتشالها من الجول. تدخل بعد جيسوس وفرصة يا جيسوس متاحة امام المرمى. حلو التدخل شوف افتكاك هجيبها هجيبها هجيبها. الحكم يعلن عن إضافة دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. عايش ينتهي 1-0. فيدال ضربة بداية الشوط الثاني من المنتخب التشيلي. أليكسي سانشيز الأفضلية عند المهاجم مر فيها من المدافع في هذه اللقطة كرة بتتحول على الله. حكايتك يا دولي هجيبك برضه هجيبك هجيبك يا روح يا روح يا بيلعبوش غير على دي. روح يا نيمار روح يا نيمار انت احسن يا نيمار. ايه ضرب الجزاء الواد اداله بالدماغ. ايه فوقه يا ولد يا نيمار. يا نهار ابيض ضرب الدفاع كله يا ولد. عايشة كازيميرو أوه. يا ولا على الرأسة رأسة الصبة. الواد أطمهم أطمة عاش قوي. خرج نزله فيرمينيو الواد جاب الجون وخرج. رمية تماس الآن يا ولد على السرور. واضح ان مدرب اصحاب الارض قرر القيام بتغيير في هذه اللحظات. بتاعتك بتاعتك اطلع. عاش يا ولد يا ولد روح يا نيمار انت اللي هتجيب الجون. ولد ولد يا ولد عاش. شوف التحرك شوف النهاية شوف الكرة اللي كانت في الشباك مرة أخرى مع هذا الهدف وضحة. تعالوا ديب ديب اديله. مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. يا شنمار كازيميرو يتدخل. كازيميرو فوق. عاش كازيميرو واضح انها دقائق تدخل المدربين. واه وداني هناك ليكت بدال ليه بدل معايا بدل معايا يا نيمار انت واقف بتتفرج. ارتورو بيدال
فاول. العب العب الفرصه والكره مع منتخب البرازيل. ممكن الفريق يستغل الوضعيه ويبدا هجمه مرتده. تعال انت ورايا انت اهو نيمار وفرصه هدف في الارض. يا ولد يا نيمار اي كره مرتده مثاليه، اي سرعه واي مهاره في التحرك. يا ولد مع إعادة الهدف نشاهد بأن كان ممكن من البداية التعامل مع الموقف بشكل أفضل. تركوا الفرصة للخصم لكي يدخل المنطقة ويبقى فيها لكل هذه الفترة. خطأ لا يغتفر وكلفهم هذا الهدف. المرة الجاية اتعلموا. والله افتكرتها معايا. عرضية في وسط البوك. ممتاز في قراءة اللاعب. يا جدعان بخرج والله بالكرة حلوة يا جدعان. المدير الفني للفريق اعتقد حسم امره، حسم قراره، راح يجي للتغيير في هذه اللحظات. كرة بتتخلص الفريق الخاص ابيض. بص دي بص دي بص دي روح يا نيمار. كسر الخط الخلفي بكره بينيه ممتازه. حارس ايه يا روبرتو يبعد هذه الكره، يبعد الخطوره. عاش نيمار والله وحش. خلص الكرة يستعيد الآن. بينية تضرب الدفاع. ولد. اطلع يا. تعود مرة أخرى للفريق المنافس. فابينيو. روح يا، روح يا اطلع أحسن يا. يتقدم الكرة للهجوم. لعب يستمر إشارة من الحكم مصلحة المنتخب البرازيلي. إيش في إيده كده يا فوبيل؟ يا نيمار نيمار اسرع من كده. يخسرون الكرة سبع دقائق على نهاية هذه المباراة. اعتقد في رأيي بأن المباراة انتهت بالفعل. هي انتهت اصلا. الكرة انتهت يوم 27 يوم القضية ممكن. عاش قوي يا ادرسون. معلش تعيش في الجيم. روح يا نيمار انت اسرع يا نيمار. نيمار يتقدم باتجاه المرمى. افضل يحتفظ بالكرة. حلوة. عايزين واحد عايزين واحد عايزين واحد يلعب له الكورة. تعال انا عايز نيمار عايز نيمار. فابينيو الان مع معلش تعيش وتاخد غيرها. تعيش وتاخد غيرها. هو نيمار الجبار. لثالث مره في مباراه اليوم يصل الى الشباك. مثالي في التمركز، مثالي في التحرك، مثالي في اللمسه الاخيره. هدف وهاتريك للكبير. خماسيه نظيفه، نتيجه عريضه جدا من المستحيل تعويضها بدون اي مفاجات. ايه لسه بدري. روح خد الكره يا نجم النجوم. طب يا جدعان دي كانت حلقتنا النهارده من مشوار الاحتراف بتاع نيمار. وتنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت شير وتنسوا تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه. واستنوا مني حلقات كتيره في مشوار نيمار لحد ما هنوصله لمانشستر سيتي وناخد مع دوري الابطال. يلا هنشوفكم الحلقات الجايه. يلا مع السلامه.